السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. اليوم هذا آخر فيديو عن واحد من أهم أجهزة السنة وكل سنة من أكثر من 10 سنوات. بعد أكثر من 18 فيديو عن الجهاز وأخباره غطيناه هنا في تك تايم. هذا الجهاز أصدقائي هو قائد قوات سامسونج وجنرالها الأقوى الجالكسي S23 ألترا. اليوم المشكلة أصدقائي أنه هذه مو تسريبات ولا أخبار، هذه صور حصرية تسربت من شيتات الإعلان الرسمي لحفل الإطلاق مال السلسلة في فرنسا. تدرون أنتوا استخباراتنا في تك تايم موجودة بكل العالم وما تفلت هيك موضوع، والأخبار كلها تازة وجبت لكم إياها حتى تعرف الأس 23 ألترا قبل الإطلاق. مرحبا أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. تصميميا ومن صور الجهاز ماكو فرق كبير عن الأس 22 ألترا غير شغلتين. الأول ألوان جديدة، واحد منهم الأخضر الذهبي والثاني احتمال يكون أبيض ثلجي، مختلف عن أي شيء سابق موجود بسلسلة الأس. بس اللي فعلا تغير هو طبقة الحماية، راح تتحدث وتصير من طراز الكورنينج جلاس فيكتس 2 بدل الفيكتس بلس، وللشاشة وللظهر. وأخاف ما تدري فالكورنينج جلاس فيكتس 2 تعتبر أقوى وأفضل طبقة حماية بالعالم، تحمل خدش كسر ومن ارتفاع يوصل إلى مترين. بالنسبة للأداء والعتاد الصلب فشفت بصراحة أشياء غريبة وشوية قلقت. أولها إنه الرامات راح تكون من طراز الـ LPDDR5 العادي، مو مثل ما كانت كل الأخبار تقول من طراز الـ 5X مثل ما سوت فيفو بالـ X90 برو بلس وكل النسخ. الثاني ما لقيت أي إشارة بالشيت لمنظومة التبريد، واللي هواية تسريبات قالت إنه راح تكون الأفضل بأي جهاز من سامسونج. هذا بصراحة حيل زعجني وقلقني، لأن المفروض إنه جنرال أو الـ S23 ألترا راح يجيب نسخة خاصة أقوى من معالج كوالكوم لسناب دراجون الأجنت 2. هذه النسخة تجيب تردد أعلى، وهذا يعني أداء أفضل وحرارة أعلى. وتسربت اختبارات أداء الجهاز قبل أيام وتقول إنه ده أفضل من نسخة الـ S22 ألترا بمعالج الإكزوماس 2200 وبحوالي، وركز وياي، 45% كCPU 60% بطاقة الرسوميات. وهذه أصدقائي طفرة جيل كامل بسنة واحدة. بس للأمانة بطاقة الذاكرة تأكد إنه راح تكون من طراز الـ UFS 4.0 ومن سامسونج نفسها، وهذه تعتبر الأسرع والأحدث بالعالم وراح تحسن الأداء بحوالي 25%. الشاشة هنا ما بيها طفرة كبيرة لكن كالعادة من الأفضل، وما أعتقد راح تلقى شاشة أفضل منها. شاشة مقاسها 6.8x10 إن سوبر دايناميك أموليد، ترددها متغير ما بين 1 و120 هرتز، ودقتها الكواد HD أو 2K بلس، وكثافة بكسلاتها هي من الأعلى عند 535 بكسل لكل إن. راح تكون منحنية لكن انحناء بسيط جدا ومن حافتين بس مو من 4 اتجاهات. التغيير الوحيد اللي بيها، وهذه هي بالضبط شاشة الـ S22 ألترا لكن التغيير واحد، إضاءتها القصوى راح تسعد إلى 1750 نتس بدل الـ 1500. أما البطارية والشحن فنفسها وما بيها عيب، 5000 ملي أمبير وشحن سلكي متواضع سريع 45 واط، وشحن لاسلكي 10 واط وعكسي 4.5، وشحنة مو موجودة بالباكيت. بس للأمانة أهم قفزات الجنرال وتحديثات اللي أنا أنتظرها هي متحسس الـ 200 ميجا الـ HP2 جديد، وما أريد أدوخكم بتفاصيل وأرقام، بس سامسونج بكبار قادتها أكدوا يوم الإعلان عن هذا المتحسس قبل كم يوم، وسويت عليه فيديو إذا تحبون تشوفوه، راح يكون طفرة بكل المقاييس وأفضل ما قدمت سامسونج بعالم التصوير ومن سنوات طويلة. الجهاز أصدقائي راح ينطلق يوم 1/2 إن شاء الله، يعني خلال أقل من أسبوعين، وأنا بصراحة بانتظاره على نار، وأنصحك أن تشوف الفيديو مال المتحسس راح تنصدم من الحركات اللي بيه. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة. في أمان الله.